عودي معكم للمتابعة. بدي حيي كل اللي انضموا لنا هلأ اليوم الجمعة 30 تشرين الأول 2015. طبعا بعد بكرة بيبدأ شهر تشرين الثاني، وقربنا لفترة الأعياد واللي هي طبعا شهر ديسمبر يلي بيمرق هيك مثل لمح البصر. إن شاء الله تكون كل أيامكم تحضير للأعياد، تكون كل أيامكم إيجابية. نحن وياكم أول محطة لنا اليوم بعد الأبراج رح تكون مع الشيف طارق ورشة ملح. صباح الخير، كيفكم اليوم؟ بتمنى لكم نهار جمعة حلو ومبارك إذا الله راد. اللي عم بعمله هلأ عملنا نجرب نشوي الباذنجان اللي قصيتهم سلايسز، حطينا عليهم شوية ملح شوية زيت زيتون، وراح فوتهم على الفرن. بهالوقت هيدا كنت تحت الهواء رامت بصلة، عفوا ثلاث بصلات بالمي. هون عنا مثل رح تشوفوا على الكاميرا في مي عم تغلي وبويون دجاج، اوكي. رح اعددهم يغلوا شوي. هلا بدي اضيف عليهم قدر بصلتين تقريبا مهرومين، بصلتين صغار مهرومين، بدنا نخلي البصل ينسلق بهالمي هاي. اوكي، احسن نحطه على، بس بخلي هونيك ماشي الحال. الشغلة الثانية اللي عم بعملها هلا هون، في عندي شايفين لك الالوان الحلوة، في عندي جزر اللي عم بعمله. الجزر اللي هو مقطع تقريبا على 3 سم، جزر بتنقطع بالنص بترجع بنقطعهم كمان اصغر. هول اللي راح يكونوا رح نحطهم مع شوية زيت زيتون وبهارات راس الحانوت. راس الحانوت هي عبارة عن بهارات مخلوطة وتستعمل كتير بالمغرب، فيها كتير بهارات. فيكم تفوتوا إذا بدكم على جوجل، أو رح أعطيكم هلأ بس على السريع الموجودات فيها. فيها كمون، زنجبيل، كركم، ملح، سكر، بهار أسود، قرفة، بهار حلو، شمر، وكبش قرنفل. هيدي هي عبارة عن راس الحانوت. في منهم بيحطوا لها بقلبها كمان هيل، أوكي، كمان بالطيبة. وفي منهم بيحطوا بدل السكر الابيض بيحطوا سكر اسمر، كمان السكر الاسمر مثل ما قلنا اذا كان بدهم يعطوا لون غامق وهن عم يطبخوا فيهم كمان يعملوا هالشغله هي. الجزر اللي حاعمله هلا مثل ما هو هلا رح اعملها مع شويه زيت زيتون بقلبه. وهودي كله عم نهي لحتى نخلطهم كلهم مع الكسكس. مثل ما عندنا هون جزر انخلط بالزيت، وهلا افضل وقت انه تحطوا تبهروا جزر ملعقة أو وحدة بس راس الحانوت. أنا ما بحب أحط كتير بهارات على الخضرة دايما، بالأخص الخضرة اللي بدها تنشوي بالفرن، بحبها تكون على طعمتها وعلى طبيعتها، طعمتها وطبيعتها ولونها. أوكي، ما بحب أسلق كتير، ما بحب أشوي كتير، بحب أنه يكون فيها على طول الخضرة فيها قرشة لحتى نحافظ على لونها والمكونات الطبيعية تبعولها. الجزر رح نحطه بصينية كمان، وكمان بنفس الوقت رح نحطهم بالفرن. مثل ما قلنا اليوم اللي عم نعمله هو كسكس. كسكس هي أكلة كتير مشهورة بالمغرب العربي، كمان تونس ولا المغرب خلقت هونيك. وفي إلها كيف نحن بنعمل الرز، هن بيعملوا الكسكس هونيك، يعني عندهم أكيد عندهم رز طبعا، بس الكسكس هي من أهم الأكلات اللي موجودة عندهم. رح نحطها بالفرن كمان، هذه على فرن حامي. بالوقت هذا بدنا نشوف الباذنجان وين صار، يمكن الباذنجان صار خالص. كمان رح نقلبها شوي صغيرة. بدهم بعد حوالي 3 دقائق. مثل ما قلنا كمان الباذنجان رح يروح على وجه الكسكس، فما بدنا اياه كثير يكون، ما بدنا اياه كثير يكون مستوي، احسن ما يفرفت معنا. نرجع نحطه بفرن حامي كثير. والجزر موجود. هلا في شغله بعدين كمان عنا، كمان قصيت الكوسه هون اللي هي كوسه مثل ما هي بهالطريقه هيدي،
منقصة بالنص وعم نقيتهم كوسيات صغار. هلا فينا اللي نحن نعمله انه فينا نقص الكوسيات انصاص، بتصير بتاخذ وقت اقل بالفرن طبعا معنا. الكسكس حوالي، حطيت حوالي الكيلو، الكيلو بيكون يعني بيكون بكفي ل او 4 اشخاص لست اشخاص حسب ما هن الاكله. اذا بكون تعملوها كسكس لحالها فيجيتيريان يعني بس مع خضره، بعتقد بدكم تزيدوها شوي زياده. في ناس بيحطوا بيصلوا مع لحمه، الكسكس مع الدجاج، كسكس مع الارانب، مع الطيور، في ناس بيحطوا لها كمان حسب المنطقه اللي جاي، حسب المنطقه بالمغرب في ناس بيستعملوا كتير الحلا فيها، بيحطوا فيها زبيب، بيحطوا فيها تين، بيحطوا فيها مشمش مجفف، بيحطوا فيها تمر مجفف. فحسب ما انتم اي منطقه موجودين فيها الكسكس بينعمل. والكسكس له مثل ما قلت مش بس باب واحد، بواب بالتصنيف تبعه له او باللي عم تعملوه معه. كمان رح احط لها شوية زيت زيتون هون، كمان ما رح اكثر زيت الزيتون مثل ما قلنا. هلا رح اعمله هون، ما بدي اكثر الصواني بالفرن، بس بدنا نشوف اذا الباذنجان بده بعد شوية. هلا اللي فينا نعمله انه نخلي الجزر حوالي 3 4 دقائق بعد جوا، او 3 دقائق ونص، وقبل ما نطلع الجزر بنحط الكوسة، لأنه الكوسة بده وقت أقل لحتى يستوي. أوكي؟ هلا هون في عندي فليفلة حمراء وفليفلة صفراء، كمان رح أعمله، رح أعملهم سلايسز مثل ما قلنا، وهول رح يجوا مع الكسكس، بس رح نعملهم سوتي. أوكي؟ رح نعملهم مكعبات صغيرة بهالشكل هيدا. اذا ملاحظين عم بستعمل سكينه صغيره اليوم، رجعت اكتشفت انه اهين واحسن من السكاكين الكبيره، مع انه عندي واحد هون كتير قوي، بس فضلت هيدا انعم. الفليفله الصفراء، ما بقى فينا نقول في شغلات موسمية أو شغلات مش موسمية. الفليفلة موجودة كل مدار السنة، إذا مش معمولة، إذا مش جاي من لبنان بتيجي من محل تاني. ف فيكم تضلكم تشتروها من السوق، بس طبعا بتكون إذا مش بموسمها، إذا بتكون جاي مسافرينها من برا جايبينها لهون بدها تكون أغلى. رح أعمل مرة بعد التنين. هلا في عنا نحن التلياني، ما هيك؟ رح نعمل، رح نرجع نعيد الريزوتو. عم نحكي عن التنين هلا نحن. اوكي، مثل ما لاحظتوا اللي عم نستعمله اكثر شيء هو زيت الزيتون. رح ناخذ مقله صغيره هون، الزيت عظيم صار، بس رح نزيحها هي، تحطها هون. بهيدي الطنجرة اللي رح اعمله كمان رح اعمل صوص طماط بتروح مع الكسكس، رح بلش فيها هلا. حوالي ربع كباية زيت زيتون او فنجان قدر فنجان قهوة. بنخليهم يغلوا شوي او يسخنوا شوي، وحاطط حدهم تقريبا شي 4 5 حصوص ثوم مقصوصين بالنص. حصه الثوم دائما هلا بهالايام هيدي قبل الربيع سوري بيطلع عنده هالزغبره اللي بقلبه هون، هذا الصمخ اللي بقلبه انا بشيله. هيدا صراحه هو اللي بيعمل ريحه الثوم او طعمه الثوم، بخلي الواحد اذا يعني تقيل على المعده بكلمه بسيطه. حطينا الثوم هلا هون، واللي بدي اياه من الثوم صراحة بدي بس يطعم الزيت اللي بقلب هالمقلة مثل ما شايفين هون، او بقلب الطنجرة.
نعطيها شوية. شيف هاي، يعطيك العافية. كيفك؟ تمام. كسكس؟ كسكس. إذا لاحظتوا هون حاطط فيها هيدي، فيها بويون الدجاج وفيها البصل. البصل رح خليه حوالي العشر دقايق تقريبا. ليه؟ لحتى يدوب. يدوب؟ مش انه يدوب بس بيستوي كتير كتير، بيصير ببطل يضايق بالهيدا وبيطلع بنفس الوقت فينا نخلي الكسكس بقلبه. اليوم عم بعمل شغلات بلا زيت، بدون كتير مقلي، بدون كتير مقلي وبدون لحمه اكيد. اوكي. طيب بس لشوف شو قصه الفرن. بس هون ليش عم تقلي التومات؟ شو هن لشو؟ لا لا للكسكس؟ التومات عم قليهم لحتى اعمل صوص للكسكس. صوص للكسكس. أيوة. والباذنجان خاصه بالكسكس كمان؟ الباذنجان فينا نحطه على الكسكس كمان بس شوي نشوي. هلا بتشوف البلاب بس يخلص. طيب انا بس هيدي بحسدك كيف طلعت معك بهالطريقه هيدي، الفرن له دخليه؟ يعني انا فرني جديد مثلا بس طلع مبينه انه مستويه. صح. انت عندك هيك كونفكشن مع مروحه؟ ايه اكيد. لازم تطلع هيك. شو بتحط؟ بس ملح وزيت زيتون. اول شيء اول الباذنجان بس اللي بتعملوه انه المفروض تبق ميته. اوكي. في ناس كثير بيحطوا ملح على الباذنجان. ايه انا بحط سكر. ليه؟ السكر ببقي المي اكثر وبخلي الباذنجان شوي جامده. اه فبرجع من بعد ما انا ما بغسل الباذنجان، في ناس بيغسلوا الباذنجان، ما بغسله انا. لانه بس تبق المي كان من الملح ولا من السكر عم يروح مع المي. يعني بتغسله اول شيء. بتقصه او بتهدا صحه. بتقصه بتحط له بتدهنه زيت زيتون؟ لا بحط له ملح او سكر اول شيء. ملح او سكر؟ سكر مزبوط. سكر سكر وبخليه نشي وبخليه بقى ميته. طيب نحن انا رح ضلني معك لبعد البريك بس خلينا ناخذ بريك قصير وبنرجع كمان. اوكي بعد اوكي يلا بريك وبنرجع.